أنا كلمت واحد يشتغل في مؤسسة، ما أدري والله وش قالها، بس مؤسسة كبيرة كبيرة مرة، يقول ترى حنا محتاجين مثل مؤهلاتكم. بعقلك تبينا نشتغل موظفين في مؤسسة ولا شركة؟ إلى متى احنا قاعدين فيه؟ واحد يتأمر فينا ولا يعطينا 3000 بالشهر ولا 4000؟ لا يا حبيبي، صنع باليد خير من 1000 شيء. يعني أنت مصر احنا نفتح لنا محل؟ ليش لا؟ تصدق احنا بنطلع من السعوديين اللي بدوا يشتغلون بيديهم بعرق جبينهم بجهدهم، وبعدين لا تنسى فرحة ربعنا، كلهم بيفرحون لما يشوفونا احنا نشتغل ونفك ونربط ونطامر من محل لمحل، بيقولون ونعم الشباب. طيب صحيح كلامك حقيقة لا 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 غبار عليه، لكن انت عارف ان احنا تونا متخرجين، وهالسوالف اللي تقول عليها كل هذه يبي لها تجربة ويبي لها خبرة. يعني اسمع يا حمد، انا بقول لك يا بكل صدق، تقعد تقول لي احنا دخلنا معهد التدريب المهني وطالعين بخبرة وطالعين بتجربة، انت شايف وش اشتغلنا وش سوينا، وين بناخذ خبرة وتجربة، وين نروح له؟ والله لو اننا بنشتغل اطباء خلها شغلنا سهل. وبعدين لا تنسى انه محل سباكة مرتب، رتب في امورنا مواصيرنا، ونشتغل في التمديدات المائية من الخزانات الى فوق من فوق الى تحت، وبعدين نصلح من الاوضاع اللي قاعده العماله اللي عندنا اللي حاست ولخبطت مواصيرنا. لا بنطلع شغل صح يا رجال. زين كل الكلام اللي قاعد تقوله زين، بس منين نجيب راس المال؟ ذي سهله سهله حماد، كل الدعوه مني شوي منك شوي من ابوي، هل نقدر ندبره ونشوفنا محل من اروع ما يمكن نبدا نشتغل بدينا. والله انها فكره ممتازه ممتازه بحيل الحقيقه. انا عموما اكلم الوالد وبشوف، يعني لعله ان شاء الله يقدر يساعدني شوي. بس ما ادري انت الحين احنا المحل اللي بنفتحه وين نبي نفتحه فيه؟ المحل سهل، اولا اهم حاجه لنجاح المشروع ان يكون المحل تمام، موقع بالاصح. بعدين احنا وش شغلتنا؟ مثلا احنا بنفتح محل سباكه، نروح نبحث في كل الاحياء المخططات الجديده اللي تو تبي تطلع، مثل حي النهضه وحي الفلاني، نشوف الحي. لا 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 لا, لا. اذا بغيت تفتحه مالك الا العليا، عندك في شمال العليا مواقع ما بسهل ابد ابد ابد. يا رجال كل ما جاء واحد منكم بيفتح له محل قال عليا، من يقول عليا انه لازم اللي يصير في محل؟ وبعدين انت بتفتح محل سباكه، ما هو محل نفوتيه ولا ملابس ولا حقة اطفال، مالك علاقه بالعليا؟ صدقني في اماكن الناس ما يحلمون فيها. معي ولا انت معي في الكلام؟ اخلص ان الزبده. انا طال عمرك الحقيقه اللي حاب اقوله انه انا تخرجت من المعهد وقاعد افكر، تعرف الحين بالوظيفه، فوالله الحقيقه مالي خاطر انا بالوظيفه، وقاعد افكر بمشروع يعني. فاتفقت انا وسعد رفيقي ولد ابو محمد انه نفتح لنا مجال بتخصصنا، وفكرنا الان انه احنا نفتح محل سباكه. يا وسع وجهك، ما هو الله انك قليل ادب، هذه اخرتها ولدنا بيفشلنا سباكة ومواصير وحمامات، ما تستحي على الأقل قل لي أبفتح طبيب أطفال أساعدك أقول نعم سباكة. طال عمرك هذا اللي قدره الله. وبعدين وش فيها السباكة؟ هل معهد اللي احنا طلعنا منه هذا معهد محترم طال عمرك، وسباكة الآن اللي أنت قاعد تضحك علي فيها، ترى سباكة هذه تدر ربح مو بسهل طال عمرك. مش بلا معهدكم ما درسكم طب ولا دختره ولا علاج، هذا اللي فيها فلوس. طال عمرك الله يسلمك ويخليك، وش جاب المعهد للطب ولل هذا معهد فني متخصص، هذا طال عمرك تخصصاتك كلها سباكه وكهرباء وخراطه وحداده. اخرط علي وقول الباقي يخلص. انا الحقيقه طال عمرك اللي خلاني افتح معك الموضوع هذا اني قاعد افكر اني افتح المشروع هذا، والمشروع هذا الحقيقه يحتاج الى راس مال، وانا والله يعني ما عندي شيء الان، فودي انك تساعدني لو ب20000 طال عمرك. والله وانا ابوك لو تمنطر وتحب الثريا ما تاخذ قنش. راح 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 مسرح وانا ابوك راح اجلب وجهك. يلا سباكه يلا.
اها اسلم. اقول الله يجزاك خير، عقب ما تخرجنا من معهد التدريب المهني انا ورفيجي حمد قررت اني افتحنا محل تمديدات صحيه وتمديدات مياه. انت رزق الله بالحلال بدل ما نشتغل في وظيفه واحد يقعد يامر علينا وما له داعي يا ابوي، فما ادري وش رايك طال عمرك. لا لا شيء طيب شيء طيب. وانا ابوك ترى الكفاح هذا شيء مطلوب، ها؟ والانسان ترى مو بعيب انه يبدا من الصفر، واذا احتجت اي شيء ولاش ترى احنا نعين ونعاون. الله يجزاك خير يا ابوي، ما قصرت الله يطول عمرك. حقيقة يا ابوي انا محتاج حدود 20,000 لو سلف. 20,000؟ لا لا والله عزيز وغالي، عزيز وغالي والله يا سعد تامر امر والله. بس اقول وانا ابوك ترى الشغل يبي له مقابل، والحين انتوا تبي تفتحون محل، عارف انت وخويك هذا هو احمد ولد ابو صالح ما غيره. اي نعم طال عمرك. اي فاقول الله الله بالمحل، ها؟ ومثل ما يقول المثل يقول مقابل العيش ولا مقابل الجيش. الله يجزاك خير يا ابوي. يسلمك، عطني خشمك يا باشمهندس. اسلم اسلم. شكرا يا ابوي. اسلم اسلم. موفق ان شاء الله. موفق. هذه والله الساعة المباركة يا أخوي. الله يبارك فيك ويسلمك. خذ 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 الدلة هذه حتى أمسك معك. حول يا رجال حول حول قبل الأرض بس أريح. ترزز على بشرني وش سويت مع أبوك. ما تعرف الوالد أنت، وأنا قايل لك الوالد مق حط. رحت واخترت لي وقت معين زين، قلت له السالفة كيت كيت كيت، وأنا ودي والله الحقيقة بفتح لي مشروع. قال لي وش مشروع؟ قلت والله مشروع الحقيقة بفتح محل سباكة. قال وشو؟ قلت محل سباكة. قال قم انقلع بس قم انقلع. ليش طال عمرك؟ قال والله لو جاي تبشرني إنك تبي تفتح عيادة. وش فيها يا أخي سباكة؟ وش فيها سباكة؟ يعني شي تخير يعني أنا ولا أنت بنفتح عيادة الدكتور؟ هذا اللي احنا قدرنا عليه، وبعدين السباكة ما فيها شيء يا اخي، حتى رزق حلال. انا قلت له يا ابن الحلال، قال لا ما بقى الله بعد واحد من عيالي يطلع سباك. يا رجال اقول لك سوى فيني شيء الحقيقة شيء عظيم. قلت له طيب طعمك بس ابير يعني لو اللي تشوفه يعني 10,000 اي شيء تعطيني. ما عندي شيء، انا ما عندي شيء. قم في ذاك، اي. سبحان الله، يعني هو كان في قمة غضب وانا كنت ابدا كنت اشوفك. المهم المهم بس لا يهمك الموضوع ولا يكدر خاطرك يا حبيب، انا كلمت الوالد واول امر كنا معترض، وبعدين اعطاني طال عمرك 20,000 وانا عندي عشرة، طلع المجموع طال عمرك 35,000. كم؟ ابوي اعطاني 20 وعندي عشرة، ها 30,000. 30,000. 30,000 فيها شو؟ لا انا اقول لك يوم قال الوالد ما عندي لك شيء رحت والله للوالدة وبتوزوز. ايه قلت لها ترى السالفة كيت كيت كيت، وعطتني 10,000 وانا من اول عندي 5,000. هل 45,000 يا الحبيب نحط ميزانيتنا؟ ايه يعني مثلا نقول من 10,000 الى 15,000 اجار محل، يبقى معنا كم قلنا مثلا؟ يبقى معنا مثلا 30,000 35,000. هذه نشتري بها معدات اغراض مواصير، ونخلي نحاول نخلي شغلنا كله مواصير من فوق 3 بوصه واربع بوصه المواصير ذول الشغل اللي في تبديدات. اما ذا بوصه ذا اللي صغير ذا ما نبيه ذا. وبعدين طال عمرك 5,000 نخليها في البنك شيكات.
ورحمة الله وبركاته أبويا. أهلا عليكم السلام ورحمة الله. يلا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. سريح سريح. شكرا شكرا أبويا. شكرا. يا أهلا وسهلا. أنت سباك؟ ها؟ سباك؟ إيه سباك. كله سباك. سباك سباك. شغل كويس بعد. بقوز يعني الحمد لله. هذا بيت بابا أنا في لازم مويه. مويه في حديقة. إيه. في مويه أطلع فوق. انزل الأسفل. إيه. خزن. أيوة. في ركبوا حمام. ركبوا مغسلة. هذا المويه. مويه تمديدات مويه من فوق من تحت الخزان. هذا مويه. حلو حلو. أيوه. لازم بقوس. بقوس هذا أبويا سباك. سباك بقوس. لا لا عندك سباك بقوسين. بقوسين. بقوس بقوس. لا لا بقوس و بقوس. هيا بقوس. في سيارة أنا. تمديدات هذا كم في كم في ماسورة كم إنش؟ 2 إنش 3 إنش 1 إنش نص. 17 مية يفنى أبويا. أنا مية. طيب خلاص خلاص. 17. طيب طيب نشوف بيت. هيا بس نشوف بيت أول. سيارة. وين سيارتك وين سيارتك؟ سيارة هنا. يلا يبا روح انتظرنا ها؟ جايلك بس سيارة. ناخذ عدة. خلاص روح. السلام عليكم. بقوس بقوس. اسمع اسمع. أبو نطلع جو جو بس نشوف المحل ومتر. الحقني على ما أنا أبى أسكر. يلا سكر الباب ها؟ سكر سكر سكر. اطلع ابويا اطلع ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. بيت جميل ما شاء الله يا اخي. الحمد لله الحمد لله. في ابويا يجي دحين. ها جبتهم؟ ايوه ابويا. هذا إتني سباك بقوس ما شاء الله. ساكن بالخير طال عمرك. ساكن بالخير طال عمرك. وجع وجع من هالديره. لا 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 ما نبي ذولا. ودهم ودهم. يلا ودهم. ليش طال عمرك وش الموضوع؟ ليش طال عمرك وش الموضوع؟ تبغوني ادخلكم بيتي محارمي حمامي الخاص؟ لا لا توكلوا على الله. يلا يلا شلش في طال عمرك. يلا ودهم. يلا تقلعوا. يلا يلا اقول والله احلالات والله تقول لناس اجانب. اقول والله احلالات والله ابو 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 جلنبو. يلا جلنبو في عينك. يلا يلا يا دبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله. عندي بعض الإصلاحات في البيت وأبي أحد يجي يشوفها. تحت أمرك طال عمرك. يلا يلا عطونا سباككم. حنا معك طال عمرك. أفا أنتوا السباكين؟ مش فيها سباكة؟ هذه هي رزق حلال. هي رزق حلال ولا ما هي برزق حلال؟ وبعدين أنت تعتقد الثانيين هذول يبي يدمون لك؟ شف يا أخي أنت تبينا نشتغل لك ولا أذلف برا؟ لا تزعجنا يا أخي. يا ابن الحلال صبرك شوي. برا! اطلع! معلش معلش اطلع برا! لو سمحت لو سمحت. روح! يا ابن الحلال انت مش فيك مش فيك منفعل. اقعد اقعد اقعد. الله يرحم والديك. احنا فاتحينها مطاقه ولا فاتحينها سباكه؟ هذا ادمي اللي قدامك. ذا ادمي ما يعرف. يا اخي امسك. خذ هذا خذ هذا. اكرم اللي تحت اللي تحت. شفتها شفتها. اي منك منك. اي بس بس شغل شغل. يلا مصفي مصفي
تمام، طلع من من المحبس الاساسي. لا طلعت كل غيرت هذا. ما شاء الله ما شاء الله، والله ما اقول لك كثر الله من امثالكم، شباب متعلم وهم مصلحه بلده. الله يطول عمرك ويكثر من امثالك ان شاء الله، نتمنى مثلك لو عشره. معليش جدوا واجتهدوا ان شاء الله وثابروا، وان شاء الله مع مرور الايام الناس تفهم وتعرف انه والله واجب ابن الوطن لوطنه، هذا شيء مهم. يلا نشغلها شوي طال عمرك، راح شغل شغل شغل. انا وزنتهم مع بعض المويه. صح طال عمرك اللي كان اول الانسداد كان من المحبس الفلسر اللي كان موجود. تفضل. اي نعم وزنها. تقدر طفي طفي طفي. بشر ها ها، ما خليت شبر في هالمنطقة إلا لفيته فلة فلة، ولا واحد منهم رضى حنا نستلم فلته. ليش ليش تقولي ليش يا رجل؟ أول ما أدخل عليهم ويدرون حنا سعوديين يقول خير 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 خير، تبي تحوس فلتي يعني، تبي تلعب فلتي يا جماعة؟ لا مو موضوع نلعب فلتك، موضوع إحنا ناس مؤهلين وشباب متخرجين وعندنا شوية خبرة، بس أعطونا أعطونا شوية دفعة. في واحد يا رجل قابلته حلالات أبو جلنبو، تعرف أبو جلنبو؟ كنت ودي معي وأهبد على هامته يوم درى إحنا سعوديين، وبديت أقول له إحنا ودنا ودنا بدال هاللي عندك، وبعدين رخص بدل ما يأخذها أبو ميان أخذها بخمسين، تلني من هنا تلني قدام عماله وذبني. طيب وش الحل يا أخي؟ علق الحن عيالهم وموجودين، إذا أخطينا بيجيبوننا من أي مكان. يا ابن الحلال وش قاعد تقول؟ وش قاعد تقول؟ أقول لك أنا كل ما جيت وقلت لهم يا جماعة الخير ممكن لو سمحتوا حنا سعوديين عطونا فرصة، بس أول ما يدري إنك سعودي تقل ماسه شوط أبو ألفول، تعرف ذاك أبو ألفول؟ إذا مسه أبد بالضبط. وش قلت؟ أقول تقل ماسه أبو ألف شوط، تعرف ذاك أبو ألف شوط؟ عدا منول أبي منول منول منول. إذا دروا حنا سعوديين إيه؟ تقل ماسهم الشوط ذا. نعم. ما يمشي هالمحل إن شاء الله إلا نطوعهم على قد عقوهم. شلون؟ صك المحل صك صك ساوريك. شغلك كويس، في شغل انا صديق، كله شغل كويس صديق، شغل كويس فيه، في شغل. اركب كله شغل كويس، اركب 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 شغل كويس. خلاص 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 روح 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 خلاص.